طيب نكمل يا شباب ولا ايه؟ اوكي لسه ليس زومر ستورج ديزيز بقى، هم تقريبا ستة. أول حاجة الجوشير، ده بيتا جلوكو سيريبرو سيداز. من السيريبرو مثلا السيريبرو البرين في ليبيد، يبقى الموست كومن ليبيد ستورج ديس اوردر ريزلتنج ان اكيوميليشن اوف جلوكو سيريبرو ديز ان ذا برين ليفر سبلين. الكي فيتشر انكلود هيباتوسبينوميجالي اسيبتيك نكروزس اوف ذا فيمر. التاي ساش ديزيز ده هو الكيس بتاعتنا. هيكسو زاميني ديز accumulation of GM2 gangliocyte within a lysosome. The key feature include developmental delay وشير red spot on the macula, liver وspleen normal size. وده اللي بيفرق بينه وبين النمامبيك. النمامبيك المشكلة فيه بيبقى الانزيم اللي هو سفينجوميلينيز. الكي فيتشر برضه بيبقى فيه هيباتوسبلينو غير بقى التايسك، فيه هيباتوسبلينو ميجالي وبرضه فيه شريد سبوت ان ماكيولا. الفابري ديزيز بقى اللي هو الالفا جالاكتوسايديز اي، ده بيحصل اكيوميشن سيراميد تراي هيكسوسايد. الكي فيتشر اللي هي انجيوكيراتوما بريفرال نيوروباسي ورينال فيلير. المهم اول الفا جلاكتوسايديز ده لانه بيسال عليه. كرابس ديزيز، كرابس ديزيز الثاني اللي هو جوشير كان جلوكو سيريبرو سايديز، ده جلاكتو سيريبرو سايديز. الكي فيتشر فيها بريفرال نيوروباسي، فيها اوبتيك اتروفي وجلوبويد سيلز. هو ده برضو سيريبرو سايديز من البرين، بيبقى فيه بريفرال نيوروباسي وفيه اوبتيك اتروفي، فيه نيرف كتير يعني. ميتاكروماتيك ليوكو ديستروفي ارايل سلفاتيز ايه، بيحصل بقى ليوكو، احنا قلنا ان هو ليوكو ابيض، فدي مايلينيشن اوف ذا سنترال اند بريفرال نيرفس سيستم. بعدين الميكو بوليسكريدوزس، هما اتنين، هيرلر سيندروم تايب 1 وهانتر سيندروم. كان في دكتور قبل كده قال الهانتر محتاج ان الاي بتاعته تبقى كويسه، فعشان كده مفيش اي افكشن. عكس الهيرلر ده بيبقى فيه الديفكت في الفا 1 ايدرونيديز، بيحصل اكيوموليشن للجلايكوزامين جلايكان الهيباران والديرماتان سلفيت. الكي فيتشر فيها جارجروليزم وهيباتوسبلينوميجالي وكورنيال كلاودنج. اللي هي الجارجروليزم دي فيتشر بتبقى في الفيس، بيبقى جاب تيث وبيبقى فيه فرونتال بوسينج ديبريسد نيزل بريدج، يعني بيبقى له كاركترستيك فيتشرز يعني. الهانتر بيبقى فيه مشكله في ادرونيت برضو، بس ادرونيت سلفتيز، بيحصل اكيوميليشن جلايكوزامين جلايكان برضو الهيبارانو والدراماتان. ده الكي فيتشر بتاعته بقى ايه؟ ان هو كورس فيشال فيتشر بيهيفير بروبلم learning difficulty short stature no corneal clouding. يبقى هانتر كله developmental delay و behavior problem، ومعاه ال facial feature بتاعته بتبقى كورس فقط، مش special feature معينة بس. A 47 years old male visits the GP for review and routine blood check. He has a past medical history of angina, hypertension, asthma, hyperlipidemia. You look to his medication, which show an extensive polypharmacy, including fenofibrate. The drug lowered triglyceride level and increased high density lipoprotein synthesis. What is the mechanism of action of this drug? اللي هو هي الإجابة اللي هي طبعا ال HMG co-reductase inhibitor ده بتاع الستاتين، هيباتيك دايسايل جليسرول أسيتيل ترانسفيريز ده بتاع فيتامين بي 3، و activation of BABAR receptor resulting in increased lipoprotein lipase activity. هي دي الإجابة اللي هو البابار ريسبتور. بابار ألفا ده اللي هو هنا بتاع الفينوفايبريت، في بابار جاما تقريبا كان أنتي دايابيتيك اللي هو مش فاكر اسمه. Reduction in the reabsorption of bile acid ولا increase production of apolipoprotein A by the liver. هي الـ answer اللي هي بابار ريسبتور ألفا. Fibrate works through activating BABAR alpha receptor resulting in an increase in lipoprotein lipase activity reducing triglyceride level. Fibrate are cholesterol lowering drugs that work through activating BABAR alpha receptor resulting in increased lipoprotein lipase activity. Lipoprotein lipase activity increase uptake of triglyceride fatty acid in muscle resulting in lower level in the blood.
احنا ممكن الحكايه دي نعلمها بان الفينوفايبريت مع مستخدم مع السيتم بتعمل مايوبسي جامد وكده، فممكن يكون السبب انه بيحصل اكيوميليشن للفات والفاتي اسيد في المص. statin inhibit HMGO co-reductase resulting in hepatic diacylglycerol acetyltransferase 2 which is required for triglyceride synthesis. يبقى هو بيقلل السورس اصلا بيقفله. Bile acid sequestrant are class of drug which work by binding to bile salt reducing reabsorption of bile acids. بعد كده اللايبوبروتين apolipoprotein A, protein involved in metabolism of fat. It is specifically remove the chylomicron remnant. والكيلومايكرون دي كانت جزء من ال في الفات absorption تقريبا بيحصل لها يعني في البروسيس، بتبقى مش فاكرة بتبقى surrounded بستارش أو كده وبتبقى absorbed في هيئة الكيلومايكرون، فالريمنت بتاعتها الأبولايبوبروتين A هو بيساعد في التخلص منها. الفايبريت are used in the management of hyperlipidemia particularly raised triglyceride. Fibrate works through activating BABAR alpha receptor resulting in an increase in lipoprotein lipase activity reducing triglyceride level. Adverse effect, GIT side effect common, increased risk of thromboembolism. وهو لما بيتاخد مع الستاتين بيزود الانسيدنس بتاعت المايوبيثي. تمام كده. Studies performed comparing two chemotherapy regimen regimes for patients with small cell lung cancer. The endpoint of the study is survival time. Which one of the following types statistical measures is it most appropriate to compare survival time with? احنا دلوقتي عندنا two studies وفيهم time. فأنا عايزة أشوف survival time. مين اللي بتخلي the patient survive more؟ فهل الأوز ريشيو ولا البيرسونز برودكت مومنت كوفيشنت ولا الريلاتيف ريسك ولا الهازارد ريشيو ولا الابسوليوت ريسك ريدكشن؟ فهنا الانسر هي الهازارد ريشيو، لان يعني نورمالي كان ممكن نقول الابسوليوت ريسك ريدكشن، بس هنا الهازارد ريشيو عشان في تايمينج، يعني انا محتاجه اكومبير الريزلت بس انه عند تايم معين. Hazard ratio is similar to relative risk, but is used when the risk is not constant to time. It is typically used when analysis survival over time. يعني أعتقد لو إحنا حطينا time factor في الموضوع، فهحسبها بالhazard ratio مش بالabsolute بالrelative risk. A new drug which may reduce the chance of patient with chronic kidney disease developing gout is introduced. In one study of 2,000 patients, 1,200 received the new drugs, of which 120 patients developed gout. The remaining 800 patients received a placebo, of which 200 developed gout. What is the absolute risk reduction of developing gout? هل هو 0.1 ولا 15% ولا؟ انا الحقيقه ما كنت انا قريت اسئله قبل كده فانا ما كملتش السؤال بصراحه، ما بس ممكن نشوف نحاول نشوفها مع بعض. هو احنا بنحط 120 على على 1200 صح كده؟ والثانيه كنا بنحط 200 على 800 على 800 واحد على أربعة. هيبقى كام؟ هيبقى ربع صح؟ نعم تمام. ربع تمام. والتاني هيبقى كام؟ هتبقى واحد. عشر. واحد على عشرة. فاحنا بنقصهم من بعض صح كده؟ بنقصهم من بعض. سوتس يبقى 15 في طيب ربع دي نحولها مع عشرية كده هتبقى مثلا 25% 25% تمام، ودي هتبقى 1% 1% 1 1% يبقى ادينا 15 من 100 اللي هي 15% 15% 15%. بعض الأسئلة بتبقى الأرقام بتاعتها مش حلوة
ممكن الواحد يبقى فاهم المبدأ بس يحسب غلط في الآخر. اه هذه المشكلة بقى. نشوف واحد يبقى أرى اللي يبقى الـ absolute risk reduction يساوي experimental event rate ناقص control event rate. يبقى control يبقى هو 200 على 800 ده ربع. experimental event rate اللي هي 120 على 1200 0.1. يبقى الـ absolute risk reduction هو بقى حولهم علامات 20 يساوي 15% reduction. أقرأ دي ولا احنا بتهيألي قرأناها من شوية فعديها. which بتفضل يا دكتور. which layer of the epidermis are melanocytes found in في stratum lucidum ولا stratum germinativum ولا stratum spinosum ولا stratum corneum ولا stratum granulosum؟ لا هو عد علينا السؤال ده قبل كده. جيرمينيتيف ام فور ام يعني ميلانو سايت فيها ام انا هفضل كده. الابيديرمس 5 لاير بوتوم لاير الاستراتم جيرمينيتيف which give rise to keratinocyte and contain الميلانوسايت. Epidermis is the outermost layer of the skin and is composed of stratified squamous epithelium with underlying basal lamina. It may be divided into 5 layers. Stratum corneum, أول واحدة, flat, dead, scale-like cell filled with keratin, continually shed. دي اللي بتتشال كل فترة. Stratum lucidum, clear layer, present in thick skin only. في البالم والسول وكده. stratum granulosum cell from links with neighbors. تمام. stratum spinosum squamous cell being begin keratin synthesis sixth layer of epidermis. stratum germinativum the basement membrane single layer of columnar epithelial cell give rise to keratinocyte to contain the melanocyte. بهي كل ما كانت في البيزل وقربت على الدرمس بتبقى الحجم بتاعها بيكبر بقت كولومنر. كانت الاول بتبقى فلات. دي بتهيألي السؤال اللي جه قبل كده كان بيتكلم على الكيراتينوسايت. كيراتينوسايت بس هو الكيراتين نفسه بيتعمل في السباينوزم. تمام السنس يعني في السباينوزم. طيب ماشي. طيب اشكرك دكتور شيرين صراحه ابدعت يعني ما شاء الله عليك. ربنا يكرمك. طيب انا كده يبقى انا معايا 3 اسئله وبعد كده الدكتور نادر معانا. طيب تمام. A study looked to adding a new antiplatelet drug in addition to aspirin to patient who have had a stroke. 170 patient are enrolled for the study. 120 receiving the new drug in addition to aspirin and the remainder receiving just aspirin. يبقى هم 170 اللي enrolled في الستادي. 120 هياخدوا النيو دراج والباقيين اللي هم 50 كده اللي هم اللي هيبقوا مش هياخدوا اللي هياخدوا البلاسيبو يعني هياخدوا اسبرين بس لوحده. طيب after 5 years 18 هو receiving a new drug حصل لهم ستروك يبقى 18 من اللي خدهم 18 يعني على 100 و 120 تمام و10 من اللي خدوا اسبرين بس 10 من قلنا من 50 تمام. فهنا هو عايز ايه بقى what is the number needed to treat. يبقى لازم نطلع اللي هو الريسك الاول صح كده وبعدين كده نقسم واحد على الابسولوت ريسك. طيب الريسك هنا قد ايه بقى نحسب بقى كنا بنقول كامل 18 واحد على 50 18 على كام على 120 120
والتاني كان 10 على الباقيين اللي هم 170 من 50 يبقى 50. 50 الخمس هنا يعني اللي هو 2 من 10 صح كده؟ طيب وده بقى كام بقى؟ هيطلع كام بقى إن شاء الله؟ 18 2 6 2 8 من 4 4 16 20 الله هي تقريبا هيطلع 2 صح؟ لا لا، 2 أقل،3 أقل من 2، أقل من 2. طيب عموما أنا هحسب هنا. طب المهم إن إحنا هنحط 1، طب نحسبها كده، 1 على مجموع طرح الاتنين دول، فيطلع معانا المجموع، مجموع 18 على 120 كام يا شباب؟ كام؟ المشكلة في الامتحان المفروض نحسب الكلام ده، يعني المفروض ما نحسبهاش بالآلة الحاسبة دلوقتي. طيب هي هتطلع فاصلة 15، 15 من 100، تمام؟ ف 15% صح كده، هنشيل منهم 2، يعني هنحسب الفرق بين 2 من 10، 2 من 100 ده 20% من 15%، هيبقى معانا 5. نقسم بقى يعني 5 على 100، نرفع 100 فوق، 100 على 5 هيبقى 20. ثانك كده، ثواني كده اشوف كده، هنا في 20، بتاعي 20 هتبقى 20. يبقى انا بحسب الريسك الاول لكل واحد فيهم وبنقصه من بعضه، فبيطلع عندنا اللي هو الابسوليوت ريسك ريدكشن، وبقوم حاطط 1 على الابسوليوت ريسك ريدكشن اللي هو 5 من 100، فبيطلع النتيجة دي. اوكي، اشيل بس الشخبطة دي. تمام، الموضوع ده قرأناه قبل كده، هو مش شرح أصلا. سؤال تاني بيقول 32 year old female patient is referred by GP to urology clinic for 6 months non-specific pain in right lower back and the abdomen, urinary frequency and hematuria. She is originally from Ghana. We moved to UK 3 months ago. الالتراساوند اوف ذا كيدني يوريتر اند بلادر كيو بي يعني شو ثيكنينج اوف ذا بلادر وول، وقصده هو بيعزوها لافريقيا من الاخر، يعني القصه اللي فاتت دي. تمام، واليورينري بلادر ثيكنينج. تمام، سي تي كيو بي شو لينير كالسيفيكيشن اوف ذا انتاير سيرفيس اريا of the bladder wall as well as part of left ureter. On further questioning, the patient report when she was living in Ghana, she has been swimming in local lake. يعني من الآخر كده هتبقى إيه بقى؟ إيه رأيكم؟ هنا بيقول the likely diagnosis. شستيزوما. شيستيزوما هيماتوبيوم، هي دي اللي كانت وكانت بتعمل هيماتيوريا فعلا، وهي اللي برضو افريقيا هي السبب بتاعتها، وكان يعني كان ممكن نقول ايجيبت بدل غانا كمان، مشهوره عندنا في مصر اصلا. طيب بنعالجها ازاي؟ اللي هم تبع الترمادود بنعالجها ايه؟ البرازكوتين. بالظبط كده، شيستوزوما هيماتوبيوم can be treated بالبارزيكونتال. This patient likely has شيستوزوما هيماتوبيوم which can be treated with بارزيكونتال. اللي هنا بيقول انه الانفكشن are not usually treatable with antibiotic زي الانتيبيوتيك اللي هم مديهم لنا. تمام، البندازول ده used to treat a variety of headnesses بس مش الترماتود، بنستخدمه، كنا بنستخدمه في النيماتود باين، وفي النيماتود بيتهيألي بندازول.
تمام. السؤال بقى الرخم اللي احنا ما بحبش الجدول الطويل ده جدا، هنقوله على السريع كده، انا مش هقراه حرفيا بس ايه هنعدي عليه كده. الديدان بتتقسم لنيماتود وسيستود وترماتود. تمام، النيماتود اللي هي الاسطوانيه يعني الراوند وورمز دي، هنقول كل واحده عليها كلمتين كده. الاسترونجلويد ستيركولاريس دي قلنا هي بتخش طبعا الانتر الديفينيتيف هوست بتاعها البني ادم، والانترميديت هوست بيبقى تبقى بتهيألي هي مبيبقاش لها، بتبقى فري ليفنج يعني بتبقى عايشه في السويل. تمام، ممكن تعمل بنتريشن للسكين، فلو في واحد في السيناريو اللي هو ماشي حافي او كان في بيعوم او حاجه زي كده، فهي بتعمل بنتريشن للسكين، تدور على اقرب بلاد سبلاي وبتقوم رايحه. الهابيتيت بتاعها كان في انا افتكر كان الديودنم. تمام، فبتعمل عشان كده بتعمل ابر جي اي او ابدومينال بين، بتعمل راش طبعا مكان البنتريشن اللي بتعمله، كانت بتطلع ساعات من الانس، فبتمشي بتعمل حاجات على البوتوكس او اللور باك، كان بتعمل حاجه اسمها اللارفا كارنس، مكتوبه هنا لارفا كارنس كاتبينها، اهي اهي اللارفا كارنس دي عباره عن حاجات بتبقى تحت اللينير ارتيكاليال راشز، موجوده في المناطق اللي هي في البوتوكس او في اللور باك. تمام، طبعا من ضمن الثلاث حاجات كانوا اللي بيعملوا لوفر سندروم اللي هي الستريكولاريس دي، كانت بتروح اللانج، هي كانت قلنا الستريكولاريس والاسكاريس، والثالثه بتاعتهم كانت ايه؟ الاسترونجلويد والاسكاريس والانكليستوما، الثلاثه دول كانوا بيعملوا لوفلر سندروم عشان بيروحوا اللانج وبيعملوا ايه الانفلاماتوري بروسيس دي. القصه دي بتعالج ازاي؟ بالبندازول والايفرماكتين. في اللي هي الانتروبيس فيرميكولاريس او البين وورم، دي بتبقى اسيمتوماتيك في اكتر من 90% من الحالات، بتبقى في بري انال اتشنج غالبا بيبقى ات نايت، لو كانت في ميل بيشنت ممكن يبقى في فالفال سيمبتومز برضو. دايجنوزيس طبعا غير اللي هن بالاتشنج، انه ممكن نعمل اللي هو الستيكي بلاستر تاب بيبقى على البري انال اريا، ونبص تحت الميكروسكوب هنشوف الايجز. طبعا الورم نفسها بتتشاف بالنبض اي بالبندازول برضو، اي بتاع نيماتود كله بندازول يعني. الانكليستوما ديودونال دي اللي كانت بتعض عضه محترمه في الديودينم وبنسميها الهوك وورم، دي برضو بتخترق عن طريق السكن، ممكن يقول لنا برضو في راش او حاجه زي كده. الهابيتات بتاعتها برضو كانت ديودنم، بتعمل انيميا لان هي بتخسرنا بلد كتير، علاجها البندازول. دي كانت بقى الحاجات بقى اللي مش مشهوره قوي، زي اللي كنا بنقول عليها اسمها ايه يا محمد، كنا بنقول عليها اسمها ايه، لولوة باين، صحح لي كده النطق بتاعها، لولوة باين، لولوة دي بتتنقل عن طريق الدير فلاي او المانجو فلاي. تمام، بتعمل اتشنج سويلنج بلو ذا سكن، وبتعمل برضو ساعات بتبقى كروس الكونجنكتيفا، شفنا لها صوره كده، بتبقى بتشف تحت الكونجنكتيفا بتبقى باينه. بنعالجها بالداي ايثايل كاربامازين زي بتاع اللي هو ده الفيل انتيزيس برضو يجي دلوقتي. تركينيلا سبيراليس دي برضو دي الناس اللي بتاخد اللي بتاكل الرو بورك، وعلاجها البندازول. الانخو سيركاريا فالفاليس دي بتقولنا بتاعت الريفر بلايدنس، والريفر بيفكرنا بالعلاج بتاعها اللي هو الايفرميكتين. وشريشيا بينكروفتي دي بتتنقل بالفيميل موسكيتو، بتعمل بلوكج للليمفاتكس، وبتعمل ده اللي هو ده الفيل ده اللي هو الفانتيزيس، بتتعالج بالداي ايثايل كاربامازين. التوكسو كارا كينز اللي هو بسموها الاسكيرز بتاعت الحيوانات، تمام، بتتعالج برضه بالداي ايثايل كاربامازين. الاسكاريس تعبان البطن بقى، بتعالج برضه بالبندازول، بيعمل انتستاينال اوبستراكشن سام تايمز لانه بتبقى كبيره جدا يعني. تمام، وبرضه قلنا هي من ضمن الحاجات اللي بتعمل، هي دي غريبه شويه يعني،
اللي كانت الانكلستوما والسترنجلويد بيعدوا على اللنج لانه ده في طريقهم يعني. اما دي لا، اللي هي الهابيتيت بتاعها في الانتستين بس بتروح ايه تزور sometimes اللنج فتعمل لوفلر سيندروم. استستود بقى في عندنا الكينوكوكس جرانيولوزس، دي بتتنقل عن طريق الانجيشن اوف ذا ايجز ان دوج فيسز. تمام، الديفينيتيف هوست بتاعها هو الدوج مش البني ادم، فهي بيسموها اكسيدنتال يعني انفستيشن. بتعمل الهيداتيد سيست الموجوده دي بتبقى احنا بقى بناكل الهيداتيد سيست اللي بتبقى في التشيب، غالبا بتبقى في الليفر او في البرين تقريبا بالنسبه للخروف يعني. تمام، علاجه البندازول. التينيا سوليام دي بتاعت برضو الانكوكت بورج، بتعمل لنا حاجه اسمها سيستو سيركوزز ونيورو سيستو سيركوزز. كان جت في دكتور هاوس، كان اول حلقه في دكتور هاوس. وبندازول، وهنا كان احب اشير في الفيلم كان بيقول، وكان طبعا هي كانت في طبعا في ال يعني في ناس اللي هم بياكلوا البورك، في بعض السب تايبس من المسيحيين ما بياكلوش تقريبا الانكوكت بورك. كان القصه في الفيلم في الكيس سيناريو او في الهيستوري كان بيتكلم في القصه دي يعني، كانوا بيكسكلود السيستو سيركوزز عشان القصه دي تقريبا. الترماتودز الحاجات المبططه بقى علاجها باريزيكونتال. شيستوزوما هيباتوميام دي الوحيده اللي بتطلع عن طريق اليورين، الباقيين بيطلعوا عن طريق الستولز. تمام، دي اللي كانت بتروح عن طريق اليورين، فبتعمل طبعا بيسموها السويمر اتش بعد سويمنج، فبتعمل بنتريشن للسكن وبتوصل لاي بلاد سبلاي، المهم بتوصل لايه لليورينري بلادر وبتعمل القصه دي. كان برضو في حاجه اللي هي سكويمس سيل كارسينوما، وقلنا كانت بتعملها الشيستيزوما والسموكينج، قلنا الاثنين بالاس كانوا بيعملوا سكويمس سيل كارسينوما. الباروجونيمس دي بتاعت السمك، تمام، بتتنقل بتهيألي كده. والكرونوريكس سوري، دي بتاعت السمك، دي بتاعت السمك الانكوكت فيش دي. تمام، والفاشيولا اللي برضو كانت بتعمل بيلياري اوبستراكشن. تمام، معد الكلام ده جدول تقيل ورخم بصراحه، انا قراته قراءه سريعه يعني، قراته معاكم دلوقتي. سؤالي الاخير، 55 year old man with a history of type 2 diabetes mellitus وعنده bipolar disorder و chronic obstructive COPD يعني، وهاز blood taken as a part of his annual diabetic review. كان عنده الصوديوم قليل والبوتاسيوم كويس، البايكارب كويس، اليوريا والكرياتين. يعني هو عندنا عيان 55 سنة type 2 diabetes وعنده bipolar disorder وعنده COPD. تمام، وعندنا الصوديوم واقع شوية. Due to his smoking history, chest X-ray is ordered. عشان هو smoker, reported normal. تمام، وهنا بيفكرنا في قصة إنه إيه، مش كل الكانسرز بيطلع الإكس-ري بتاعهم في finding كان في 10% ساعات بيطلع normal. Which one of the following medication are most likely to be responsible؟ إيه الأدوية اللي ممكن تعمل لنا القصة دي اللي هو يبقى عنده هايبوناتريميا؟ هل ميتفورمين، هل الليثيوم، هل الكربامازيبين، هل الصوديوم فالبوريت، هل الاكسينتايد؟ كربا الكربامازيبين. كان الليثيوم كان بيعمل لنا ايه لو تفتكروا؟ كان بيعمل نيتروجينيك ديبسنسيبل، ده بيلص ووتر كتير فهيطلع الصوديوم هيبقى بالنسبه له عالي مش قليل. تمام، فالسيده زي محمد بيقولها خلاص احنا هنحفظها سيده، دراج كوزز الكربا والسلفونايل يورياز والاس اس ار ايز والتراي سايكليك. هنا بيقول الليثيوم كان كوز دايبيتس انسيبيدس بس ذيس از جنرالي اسوشيتد مع الهاي صوديوم لانه بيفقد فلويد كتير. ليثيوم اونلي تند تو كوز ريزد في انتي دايوريتيك هرمون ليفلز
following severe overdose. الليثيوم هنا بيقول الليثيوم only tend to cause a raised antidiuretic hormone level. ان هو اصلا مش بي بي بيتند ان هو ايه بيزود الانتي دايوريتيك هرمون. تمام. ف هو بيقول مع التوكسيسيتي بيحصل العكس، بيحصل ان هو ممكن اوفر دوز بتاعته احيانا بترفع الانتي دايوريتيك ليفل اوف هرمون، فبتدي نفس الشكل ده. الانتي دايوريتيك لما بيترفع بيعمل سولت ووتر ريتينشن، فبالتالي بيخفف الصوديوم الموجود في الجسم بالميه المحبوسه. تمام. حلو حلو جدا دكتور نادر، اشكرك. في التوكسيستي. تمام، يعني برضو ممكن هو يبقى تبعهم. انا كنت باكسكلود ان هو اصلا بيعمل هيبقى هاي صوديوم، فممكن يبقى برضو لو صوديوم. هي دي اكسكلوجن، لكن مش هنقدر نعممها. تمام. في الاوفر دوز هيجي بالبيكشر بتاعت الليثيوم توكسيست اللي احنا خدناها في الفارما. طب ثواني بس شباب، طيب هنا بيتكلم عن سيندروم ان ابروبريت انتي دايوريتيك هرمون كوزز، ده بي كاركترايزد باي طبعا هايبوناتريميا سكندري، بيبقى ديليوشنال هايبوناتريميا سكندري لان عندنا اكسسيف ووتر ريتنشن من الاماونت الزياده بتاعت الانتي دايوريتيك هرمون. ايه الاسباب الشهيره بتاعته؟ ممكن يبقى مالجنانسي، طبعا اشهر سبب اللي هو السمول سيل لان كانسر، كان بيبقى معاه اللي هو الايه البارانيوبلاستيك، كنا بنقول عليها ايه بارانيوبلاستيك سندروم، سندروم اللي هي بتطلع حاجات زي الاي دي اتش. السمول سيل كان بيطلع اي دي اتش وايه كمان؟ و سي تي اتش و هايبر باراثيرويديزم، ايه كان بيطلع الاي سي؟ لا لا لا، كان بيطلع الاي سي تي اتش، في ساعات ساعات بيجي لنا بصوره كوشنج، وساعات كان بيطلع وانت بادي اجينست الفولتج جيتس كانل اي سينابتيك، فبيعمل لنا الليمبرت ايتون سيندروم. كان اسمه ايه كانت المايسينيا جريفز، لا كانت حاجه ثانيه، لامبرت ايتون سيندروم اللي هو لامبر ايتون. لامبر ايتون سيندروم، صح كده صح كده. دول ثلاث حاجات البارانيوبلاستيك سيندروم بتاعت السمول سيل لانج كانسر. طيب ممكن حاجات نيورولوجيكال يعني غير المالجنانسي، الستروك، السب اركنويد هيموريج، السب تيورال هيموريج، المننجايتس، انكفلايتس، الابسس، كل الحاجات دي ممكن تزود لنا الاي دي اتش. انفكشن زي تيوبركلوزز والنيمونيا، دراج زي سلفونايل يوريا والاس اس اي وتراي سايكليك والكربا مازيبين، ده اللي جه في السؤال، والفينكريستين والسايكلوفوسفامايد، كتير قوي يعني نحفظهم. تمام. other causes زي البيب والبروفارياز، بنقولهم تاني الدراجز كده نحفظهم مع بعض، او نقول الجدول كله على بعضه كده. الحاجات اللي بتطلع الانتي دايوريتيك المالجنانسي هو الاشهر حاجه اللي هو المول سيل لانج كانسر، والسو البنكرياتيك والبروستات بحرف البي. اوكي. نيورولوجيكال ستروك، سب اركنويد هيموريج، سب ديورال هيموريج، المننجايتس، انكفلايتس، الابسس، الانفكشن، تيبركلوزز والنيمونيا، والدراجز بحرف الاس سلفونايل يوريا واس اس ار اي وتراي سايكليك والكاربامازيبين والفينكريستين والسايكلوفوسفامايد، الاثنين دول مع بعض يعني يعتبروا برضو. الاذر زي البيب والبورفارياز. المانجمنت نعمل ايه؟ هنعمل كوركشن ماست بي دان سلولي تو افويد السنترال بونتاين مايلينولايسيس. هنعمل فلويد ريستريكشن عشان طبعا هنا اللي هيبقى فيه ديليوشنال هايبوناتريميا، يعني نفس قصه الهايبوناتريميا يعني لاينز. طيب ممكن ندي اللي هو الانالوج، لا دي اسمه سايكلين، ده بيريديوس الريسبونسفنس في الكولكتنج تيبول سيل. هو ده كان انتاجونست مش الانالوج ده،
دي اسمه سايكلين كان اي دي اتش. يا محمد لا ده الانتاجونست يا ده الانتاجونست دي مثلا الثاني دي اسمه بريسن اسمه انت قصدك عليه دي اسمه بريسن دي اسمه سايكلين ده الانتاجونست بتاع الاي دي اتش بالظبط اللي مكان الاكشن بتاعه صح كده مظبوط مظبوط طيب او او ندي اي دي اتش ريسبتور انتاجونست هاف بين في بقى انا فاكر بقى انا عدى علينا مش عارف هل هم من ضمن الدراج دي حاجات كانت بتقفل المكان الشغل بتاع الاي دي اتش كولكتنج اعتقد اللي هو السيلفابتان وال ايوه السيلفابتان هم دول ما انا ما انا اعرفهم الكارديولوجي بس ما اعرفش اذا كانوا عدوا علينا ولا لا ما هو قايلهم في الاخر بس مش جايب اساميهم يا حسن بص اقرا كده في الاخر هو كاتب لك اند اي دي اتش فازوبريسر ريسبتور انتاجونست اللي ايوه هم هم زي دول هاف بين دول ايوه هو ده اللي قصده عليه اللي الدكتور حسن السيلفابتان الدكتور والكلام ده نادر الدكتور نادر قايلهم دلوقتي هما اوريدي دول برو دراج وبينزلوا اساسا اكتف كاكتف ميتابولايت في الـ في اليورين يعني هما اساسا في اليورين دول اكتف ميتابولايت تاني ممكن تاخدهم تاني من اليورين فهم عارف اللي احنا هما عدوا التولفر علينا فين دكتور نادر دول عدوا في اعتقد لا هما ما سيستيك عدوش كيدني هما هيجوا في النفرولوجي احنا عشان خدنا النفرولوجي في زمان الادلت بوليسيستيك كيدني فهيجوا في النفرولوجي تاني في المانجمنت بتاعتهم بقى ايوه طبعا الموضوع ده هيجي بالتفصيل في النفرو بس هنا برضو قبل ما نرجع نقطة مهمة جدا جدا اللي هو في الكوريكشن بتاع الصوديوم لأن حتى أنا شايف عليه أسئلة قبل كده في الامتحانات اللي فاتت وهو مهم جدا موضوع الديمايلينيشن بونتاين ده لأن العيان لما بيحصل كوريكشن أكتر من 10 ملي إكويفالنت العيان ممكن بيخش بنشوف إن العيان ده كلينيكال يعني ممكن يخش في سيجرز وكونفولجنز لوكد ان وفوميتنج كنا بنقول لوكد ان صح ولا و نعم كان اسمه اللوكد ان لما يبقى عيان لوكد ان بتلاقي العيان متلخبط خالص وهم احيانا كتير بتتشخص غلط ان هي اي سي يو سايكوزس عيان الهايبوناتريميا ده بالذات عيان غلس جدا يعني لان احيانا كتير نلاقي العيان هايبوناتريميك وهايبرتنسيف انت بتبقى يعني انت عايز تدي صوديوم 3% واللي هو الهايبرتونيك سالين وفي نفس الوقت العيان هايبرتنسيف او كاردياك او هارت فيليا بتبقى مشكلة يعني تمام هي دايما احنا كنا بنقول انه لو حصل هايبوناتريميا ممكن نخش في سريبرال اديما واحنا دايما لو دايما دايما علينا الريت نخش في السنترال بونتاين مايلينولايسيس ده ايوه يعني هو غلس في كده وهو 90% من الكومبليكيشن بتاعت الهايبوناتريميا سي ان اس مش كاردياك تمام تمام طيب دكتور نادر السؤال الجاي ده بتاعك ولا بتاعي؟ كيتامين ده هو انت اساسا خدت سؤال فانا كده لا عندي والله ثلاث اسئله بس يلا ابسطوا ثلاث اسئله ام وهنروح سوري والله انا بقول برضو السؤال ده انا اصلا مش محضر بصراحة سوري مش مشكله لا 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 وانا النهارده اصلي لسه راجع من التطعيم طبعا فاوريدي الواحد يعني عنده شويه هو فات عليه بتاع 13 ساعه كده بس لسه يعني هو مفيش فيفر بس انا مكسر كده أسترازينيكا ولا سينوفارم ولا كده؟